بداية نقول أن دولة الإمارات ومن تأسيسها قامت بالجميع من الأعمال والمساعدات الإغاثية والإنسانية والعسكرية من أجل مساعدة مختلف شعوب العالم في إحلال الأمن والسلام وإغاثة المحتاجين. في عام 1977 شاركت القوات الإماراتية في حفظ السلام في لبنان وكذلك في أماكن أخرى مثل الصومال، كوسوفو، أفغانستان وعملية تحرير الكويت، وحاليا نقوم بكل ثبات من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني. المشكلة في اليمن بدأت نتيجة الأحداث التي بدت في العالم العربي وجميعكم على اطلاع بها في بداية 2011، ونتيجة الأحداث في اليمن من تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتم اختيار رئيس شرعي الذي هو عبد هادي عبد ربه منصور وحكومة شرعية باعتراف دولي، والنتيجة لذلك تحالف الرئيس السابق مع الحوثيين المدعومين من إيران، وهذا التحالف أدى إلى استيلاء الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على العاصمة صنعاء وبقية المدن اليمنية، مما أدى بالرئيس الشرعي وحكومته للجوء للمملكة العربية السعودية وإدارة شؤون البلاد من هنا، وأصبحت عدن هي العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية. وما لبث الحوثيين أن اختلفوا مع الرئيس السابق وقاموا باغتياله في بداية ديسمبر 2017. ساءت الأوضاع باليمن الشقيق، وبناء على ذلك جاء تدخل قوات التحالف العربي بغطاء شرعي من رئيس الحكومة اليمنية وقرارات الشرعية الدولية، وهذا التدخل الذي يهدف لإنهاء المعاناة باليمن وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية وكذلك إجبار الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات. المجتمع الدولي شاهد على ما قامت به دولة الإمارات العربية في المناطق المحررة مثل مدينة عدن وسقطرة ومدن أخرى من اليمن الشقيق. برامج الرعاية الاجتماعية تأتي أدت إلى القيام بأعمال في مدينة الحديدة. مدينة الحديدة بها ميناء دولي، وهي شريان رئيسي لإيصال المساعدات للجمهورية اليمنية. كذلك علينا لا نغفل دعم إيران للحوثيين بالأسلحة عن طريق هذا الميناء، مما يطيل أمد الحرب. والأهم من ذلك هو سلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية التي تأتي عن طريق الميناء، ويقومون ببيعها في السوق السوداء، حيث يبلغ دخل الحوثيين عن طريق هذا الميناء ما لا يقل عن 30 مليون دولار شهريا. وكذلك رغبة سكان مدينة الحديدة بأن يكونوا تحت إطار الشرعية اليمنية، لذلك كما أسلفت فإن العملية التي تقوم بها دولتنا تأتي من أجل الإغاثة وإيصال المساعدات وكذلك من أجل إجبار الحوثيين بالجلوس على طاولة المفاوضات لإحلال السلام في اليمن الشقيق. كذلك أود إعلامكم بأن الحوثيين رفضوا على مدار 3 سنوات الماضية كل العروض من أجل إحلال السلام، حيث عرضنا عليهم تسليم الميناء ميناء المدينة لإشراف الأمم المتحدة، لكن قوبل هذا الطلب بالرفض من طرفهم، فلم يكن أمامنا إلا الخيار العسكري. ونشير هنا إلى أنهم من خلال هذا الميناء يستولون على المساعدات الإنسانية التي تصل إلى اليمن ويقومون بالتجارة بها بالسوق السوداء. الأمر ليس كذلك، بل أن الحوثيين يستغلون هذا الميناء الاستراتيجي من أجل الحصول على أسلحة إيرانية ووصول مقاتلين غير يمنيين من جنسيات مختلفة، والأسلحة الإيرانية والتي هي عبارة عن
أسلحة متطورة مثل الصواريخ البلاستية وصواريخ مضادة للمدرعات في المملكة العربية السعودية، وجميعكم على اطلاع بما يحدث من إطلاق أكثر من صاروخ يوميا باتجاه المدن السعودية. كذلك نتحدث عن أهمية تحرير ميناء الحديدية. الميناء شريان رئيسي مثل ما أسلفت لإيصال المساعدات للشعب اليمني الشقيق. تحرير الميناء سوف يضعف الحوثيين ويجبرهم على الجلوس على طاولة المفاوضات، وهذا الهدف الأساسي الذي نسعى إليه. لذلك فإن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات والتحالف العربي تأتي منسجمة تماما مع قرارات الدولية وقرارات جامعة الدول العربية. المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن دولة الإمارات قامت بإغاثة العديد من الدول، ولا يقتصر على اليمن، ولكن حاليا متطلب رئيسي هي إغاثة المدن اليمنية، وعليه سيرت دولة الإمارات حاليا 10 بواخر محملة بجميع المساعدات الإغاثية بوزن يزيد على 13,500 طن، وكذلك تسير أكثر من 10 رحلات جوية زادت أبو حسين. كما هدفت المساعدات الإماراتية إلى دعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018، وقد تعهدت دولة الإمارات بمبلغ 500 مليون دولار في عام 2018 فقط، تم صرف أكثر من 93% من قيمة هذا التعهد. كذلك يلجأ الحوثيين إلى استخدام الألغام، ولدولة الإمارات العربية المتحدة خبرة طويلة في هذا، حيث شاركت في إزالة العديد من الألغام في العديد من الدول، وكان أبرزها في الجمهورية اليمنية.